خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار الموجودة معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال بالأمس من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي اللي قدم التهنئة لسيادة الرئيس على إعادة انتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة، وأكد خلال الاتصال حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين وعلى الأمة العربية. على الساحة الداخلية امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع تابع فيه مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق التعبان. دكتور مدبولي قال ان الدولة المصرية بتستهدف تحويل منطقة شق التعبان الى منطقة واعدة عالميا في مجال تصدير الرخام والجرانيت. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل. ده مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، ومشدداً على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية مع مراعاة المكون البيئي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات وأيضاً الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. وقدم ولي العهد السعودي التهنئة للرئيس على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية. وقد ثمن الرئيس من جانبه هذه اللفتة الكريمة من سمو الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، بالإضافة للتنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق التعبان، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق التعبان في إطار استهداف الدولة لتحويلها لمنطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت. بالنسبة لأخبار المحافظات، في القليوبية تم إضافة 80 سرير للأقسام الداخلية للأطفال بالمستشفيات. أما في سوهاج فتم البدء العمل بمكتب التأمين الصحي بالمستشفى الجامعي. أما بقى في شمال سيناء تم الإعلان عن مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بقيمة 533 مليون و120 ألف جنيه. وفي الفيوم تم تسليم 50 كشك بتجهيزاته للأسر الأولى بالرعاية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المحافظات في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في القليوبية أعلنت مديرية الصحة عن زيادة عدد حالات الأطفال اللي بتحتاج لحجز بالأقسام الداخلية بمستشفيات المحافظة، ومن المقرر إضافة 80 سرير بنهاية الأسبوع الجاري موزعة على جميع مستشفيات القليوبية. في جامعة سوهاج تم بدء العمل بمكتب التأمين الصحي بالمستشفى الجامعي الجديد لتوفير خدمات التأمين الصحي للمرضى بمختلف الفئات المشمولة بالمظلة التأمينية، وبيأتي الافتتاح في إطار سعي إدارة الجامعة لتقديم خدمة صحية وعلاجية بجودة عالية. في شمال سيناء أعلنت المحافظة إن مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2024-2025 بيبلغ 533 مليون و120 ألف جنيه، وده وسط قرارات للتجديد على سرعة الانتهاء من المشروعات اللي بيتم تنفيذها من الخطة الاستثمارية في مختلف مدن المحافظة في التوقيتات المحددة وطبقاً للجدول الزمني المقرر. في الشرقية بتشهد مدينة دير أبو نجم بدء العمل في مشروع إنشاء إدارة تعليمية جديدة بجوار مجمع المصالح الحكومية الجديد، وبتتم أعمال الحفر في المرحلة الأولى، وهتقام الإدارة الجديدة على مساحة 546 متر مربع، وبتتكون من دور أرضي وأربعة طوابق على أرض أملاك دولة تابعة لرئاسة المركز.
في الأقصر شهدت المحافظة انطلاق 55 رحلة بالون طائر على متنها 1200 سائح من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع. في الفيوم شهدت المحافظة تسليم 50 كشك بتجهيزتها من بضاعة وخلافه للأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة بقيمة 2,250,000 جنيه، وده بهدف النهوض بالمستوى الاقتصادي وتوفير مصدر دخل دائم لتلك الأسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية. في الغربية أعلنت مديرية الطب البيطري إن إجمالي ما تم تحصينه حوالي 260 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023. في المنيا أعلنت المحافظة إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ل 114,302 منتفعة، ده بالإضافة لتقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.